احسبها صح للشيخ احمد جلال. رحمه الغراء احمد جلال خيرات تهدينا. احسبها صح صح واجب مولاك اذا ناداك. الامر امر امر استجب واحفظ حدود مولاك. الجأ اليه واستعن على كل من عاداك. اخلص اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أخطر الأمور اللي الواحد دايما بيترعب منها، وأنا دايما جاي كل تلات للقناة علشان تسجيل الحلقة وأنا ماشي على المحور، ألاقي لوحات إعلانية كبيرة جدا جدا جدا، قرض السيارة، اللي عايز عربية يروح يقترض قرض ربو من بنك، قرض الدراسة، اللي عايز يدرس ومحتاج فلوس يروح القرض الفلاني يجيب قرض ربوي، اللي عايز يتزوج قرض الزواج يروح يجيب قرض للزواج، اللي حد عنده مريض ومحتاج قرض الأدوية أو قرض العلاج يروح البنك الفلاني ياخد قرض العلاج، اللي عايز مش عارف يعمل ايه الزواج، اللي عايز كذا اي شيء. النهاردة انت عايز اي حاجة احنا هنوفر لك قرض ربوي بحيث ان انت تروح يعني تشتري اللي انت عايزه او تجيب اللي انت عايزه. حد ممكن يقول لي طب وايه اللي يرعب في كده؟ اللي يرعب في كده مش كون ان في ربا موجود في البلد، ولكن اللي يرعب في كده ان الربا بدأ يظهر، ان الربا اصبح له مؤسسات ضخمة جدا جدا، ان الربا النهاردة اصبحت له اعلانات في كل مكان، ان الربا اصبح ظاهر في مصر. وكون ان الربا يصبح ظاهر في بلد ده معناه ان اوشك الله سبحانه وتعالى ان يعم البلد كلها بالعذاب. وده دايما اللي بيعبني، ان كتير جدا من الناس ما عادتش مقدرة يعني ايه خطورة الربا، فسهل عليها جدا ان هي تقع في الربا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة النهاردة تكون مؤسسات كبيرة جدا قائمة للربا وتحط اعلانات في كل حتة لتيسير الربا على الناس؟ انت مش محتاج تروح البنك، احنا نبعت لك حد من البنك يعمل معك عقد التعاقد الربوي، مفيش عندنا اي مشكلة خالص، يسروا الربا للناس. وبالتالي لما الناس يسرت لهم مسألة الربا وقع بعض الناس في الربا، ولما الربا يقع في بلد وينتشر ده مؤذن بالهلاك زي ما قلت لكم. وده دايما اللي بيخليني ابقى مرعوب وانا ماشي على المحور هنا في القاهرة او على اي طريق من الطرق السريعة اللي عليها مثل هذه اللوحات، بقول يا رب سلم يا رب. اخشى ان ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابن عباس: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا انفسهم عذاب الله عز وجل. الربا اذا ظهر في بلد وأصبح ظاهر واضح للناس فقد أحل أهل هذه البلد على أنفسهم أن ينزل عليهم عذاب من عند الله عز وجل. ها يا ترى لي حق أخاف ولا لا؟ أحبابي بعض الناس النهاردة، ممكن بعض أبائنا وأمهاتنا الموظفين، أسهل حاجة عنده النهاردة علشان البنت بتتزوج تروح تجيب قرض، الأم تروح تجيب قرض لأن هي موظفة، أو الأب يروح يجيب قرض ويضحكوا علينا يقول لنا أنا هاخد 15% مصاريف إدارية. مصاريف إدارية إيه يا جماعة؟ ده المسألة كلها عبارة عن ورقة أنت بتكتبها، 15% 1500 جنيه في ورقة. بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الناس لما عرفوا إن الناس عرفت إن الربا حرام بيضحكوا عليهم يقول لك ده مصاريف إدارية. دي مش مصاريف إدارية، ده دي ربا. أنا خايف عليك، خايف عليك من إنك تشوف كبيرة زي ربا بسيطة جدا وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. أحبابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا. الربا 72 باب والشرك مثل ذلك. يعني سبحان الله، شوف النبي بيساوي بين الشرك وبين الربا، ده 72 باب وده 72 باب. الأخطر من كده شوف النبي يقول إيه: الربا 72 بابا أدناها، أقل باب في الإثم، كالرجل يزني بأمه. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا إن الربا عندنا 72 باب، 72 إثم، أقل حاجة في الربا، أقل حاجة كرجل والعياذ بالله فجر بأمه.
تخيلوا يبقى الوضع ايه بقى فائي اعلى درجة من درجات الربا. الناس اللي عايشة على الربا ليل نهار، الناس النهاردة اللي بتستغل حاجات الناس في كل بلد او في كل قرية واحد، معروف ان ده بيطلع الجنيه بجنيه ونص او بيطلع الميت جنيه ب120، معروفين والعياذ بالله ومشهورين وسط الناس، بيستغلوا حاجات الناس. ده واحد بيته وقع عايز يجيب شوية حديد يبني البيت، خلاص انا معيش فلوس، روح على فلان اللي بيطلع الالف بألف ونص او الالف بألفين الى اخره. يا جماعه خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربا 72 باب، اقل باب فيها، اقل باب فيها في الاثم كالرجل يزني بامه. حديث اخر يرعب لابائنا وامهاتنا الموظفين اللي بيروحوا يجيبوا قروض ربويه للاسف، وبيضحك عليهم باسم ان الزياده دي امور اداريه. لا يا جماعه مش امور اداريه، ده ربا صريح. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، وإن الدرهم يصيبه الرجل من الربا، درهم واحد جنيه واحد يصيبه الرجل من الربا، أو في رواية لأن يزني الرجل 36 مرة أيسر له عند الله من أن يأكل درهم واحد من الربا. جنيه واحد من الربا يعني خطورته أعظم من العبد يزني 36 مرة. ومع ذلك إحنا انتوا مش حاسين معايا، مش حاسين بمشاعري الان، ان كتير جدا من ابائنا النهارده الموظفين والموظفات بداوا النهارده يقترضوا قروض ربويه، مش حاسين بكده؟ ده يخوفني ولا يخوفنيش؟ عايز اقول لابائنا انتوا ليه حسيتوا ان المساله بسيطه؟ لا يعني لان يزني رجل 36 مره ايسر عند الله عز وجل من انه ياكل درهم واحد من الربا. ده يقول لنا خدوا بالكم، انتبهوا ان المساله ضياع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن رسول الله، كما قال ابن سعود، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كل هيشترك. واحد يجي يقول لك انا عايز اخد قرض، يقول لك انت معاك في الشغل، يقول لك انا عايزك بس تيجي تشهد على لا اوعى، انت شاهد داخل في اللعن، انت كاتب داخل في اللعن، اطلع تماما من هذا الباب، ده ملعون. اللي بياكل الربا ده ملعون، مطرود من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. مهما أكل من الربا وأخذ من الربا كتير جدا، صدقوني والله لا يبارك الله في هذا المال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر لو واخد مليون جنيه قرض ربوي وهتدفع لهم مليون واحد عشان تكتر فلوسك، الدرهم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. صدقوني والله مهما جبنا اموال كتير جدا بالربا مش بنحل ازمه، ده احنا بنزود الازمه. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان في ذنوب بتغفر وفي ذنوب لا تغفر. من الذنوب التي لا تغفر اكل الربا، قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والذنوب التي لا تغفر، الغلول. واحد خد حاجه من الغنائم قبل ان توزع، فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. أنتوا متوقعين إيه الناس اللي بتاكل الربا؟ متوقعين إيه؟ متوقعين زيادة فلوس؟ متوقعين إن ربنا يرفع عنكم مشاكل؟ أبدا والله، لن ترفع. ده ربنا قال: فأذنوا بحرب من الله. ربنا يحارب هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، واحد ربنا بيحاربه أعمل إيه؟ ده كان انتشر فيديو على اليوتيوب كده، شاب مصري في بيروت يعني قتل زوجته البيروتية اللبنانية وأبوها وكده، وجايبين بقى أهل البلد بقى هما بيعذبوه وبيسحلوه بيعذبوه بيقطعوا حتت، ده انتقام الناس من الشخص ده. أما ربنا لما ينتقم من حد هينتقم منه إزاي؟ وبخاصة إذا كان من أكل الربا. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. روى في الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحون قردة وخنازير. ربنا يمسخهم قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، حاجات اللي ربنا حرمها وما استحلوها، باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات المغنيات وشربهم الخمر وأكلهم الربا، يمسخ قردة وخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الربا سواء اللي بيعطي او اللي بياخد، صدقوني والله ما بتحلش مشاكل، بل بتزود مشاكل وبتزود ازمات. الربا ما بتحلش، الربا بتهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ده كلام النبي مش كلامي،
كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي. ليه النهاردة الناس بدأت تتجرأ على القروض الربوية بهذه الصورة؟ ده قرض للزواج، ده قرض للدراسة، ده قرض للعلاج، ده قرض للسيارة. والناس تجرأت ليه؟ لأن الناس ما تعرفش إن ده حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. الناس ما تعرفش إن دي كبيرة من أعظم الكبائر. وبعض الناس للأسف بيبقى عارف، ومع كونه بيبقى عارف، ولكن المشكلة إن وقع فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل بصوا بقى الحديث اللي أنا عايز أختم به حلقة النهاردة قبل ما أقول التوصيات سريعا، قد إيه النبي بيصور حال الإنسان اللي بياكل الربا. حديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أن ملكين أخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. فمررت على نهر من دم، نهر من دم فيه رجل واحد قاعد جوه النهر ده، كلما أراد الخروج من النهر إذا برجل واقف على حافة النهر معه حجر يلقمه الحجر يدهول بقه فيدخل إلى النهر مرة ثانية، فيدخل إلى النهر مرة ثانية. فقال النبي للملكين: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال: أما الرجل الذي يسبح في نهر الدم، يسبح في نهر الدم، فهو آكل الربا. إيه معناها وإيه دلالتها؟ آكل الربا واقع العيش في واقع قذر، زي واحد قاعد بالضبط في, في, في نهر من الدم، كل ما يجي يخرج عمره ما هيخرج، وعمره أبدا ما هينعم بالحياة الطيبة أيا كان الوضع وأيا كانت الظروف. لن تغني عنه الربا أبدا شيئا. الحجر ده شيء بيلقمه وسبحان الله لا يغني عنه شيئا. وكذلك برضو آكل الربا، ما تظنش إنك هتحل مشكلة بالربا، ما تظنش إنك مالك هيكثر بالربا، بل المسألة والعياذ بالله فيها طرد ولعن وخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما التوصيات، التوصيات أولا: إذا كنت ممن عافاك الله سبحانه وتعالى من القروض الربوية فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العافية، وخذ من الآن نية صادقة أنه مهما حدث لك لن تقترب من الربا أبدا بحال من الأحوال، لأنها لا تحل أبدا مشاكل، بل بتزيد المشاكل وبتزود الأزمات وبتزود المشكلات. اثنين: إذا كنت ممن وقعت في الربا الآن طب إلى الله سبحانه وتعالى، وحاول بقدر المستطاع إنك تنجز هذه الأموال وتنهيها تماما، وتحذر الناس، وتحذر الناس من هذه القروض ومن هذه المشكلات اللي أنت بتقع فيها. أختم معاكم بقصة صغيرة جدا في أقل من دقيقة. أنا في يوم كنت بصلي في المسجد ورأيت إنسان غريب عن المكان، كل يوم بيجي يعيط ويبكي بكاء شديد جدا. فقربته وسألته: أنت ليه بتبكي البكاء ده كله؟ قال لي: أنا اشتريت عربية ميكروباص بين بلدين تحمل الركاب بالربا، وقلت فين الحرب؟ المال بيزيد والأموال بتزيد وعايش حياة طيبة جدا. جبت العربية التانية بقرض تاني، والعربية التالتة بقرض تالت، والعربية الرابعة بقرض آخر، وبنيت واشتريت عمارة، واديت لزوجتي ذهب، اشتريت لها ذهب كثير جدا جدا جدا. كنت دايما بقول فين بقى، فين بقى الحرب؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لحد ما في يوم من الأيام حسيت ببعض التعب، رحت للدكتور كشفت، قال لي: روح اعمل أشعة. عملت الأشعة قال لي: أنت مصاب بالسرطان. بدأت إن أنا أسحب أموال يوم ورا التاني من الميكروباصات والكلام ده، وكنت كتبت الميكروباصات عشان ضرائب بأسماء أزواج إخواتي. بدأت لما مرضت أسحب فلوس كتير، أسحب 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 أسحب، لدرجة إن بعت البيت. بعد كده جيت بكلم زوجتي بقول لها نبيع جزء من الذهب، قالت لي: لا معلش أنا لحد هنا مش قادرة أتحملك. طلقني، خدت الأولاد وسابت لي البيت ومشت وموقفتش معايا. جيت أكلم إجواز إخواتي البنات إنهم يدوني من فلوس العربية، قالوا لي: معلش العربيات دي بأسمائنا، أنت ملكش فيها حاجة خالص. بدأت النهاردة أعجز عن السداد، بدأت الديون وأرباحها تتزايد علي، البنوك رفعت علي أواضي، أنا النهاردة اتخذ ضدي أحكام كثيرة جدا 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 جدا، وأنا الآن أصارع مرض السرطان وأنا أعرف إن أنا بموت، وأنا طريد شريد سبت بلدي تماما وهربان من الأحكام، وأنا زوجتي تخلت عني، أقرب الناس تخلوا عني، بعت كل حاجة، وأنا الآن فقير من أفقر خلق الله، وأعاني من المرض وأعاني من تخلي الناس عني. وأنا الآن تيقنت يعني إيه قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا رجل يعالج الآن من مرض خطير جدا جدا جدا، لا يجد دواء يرفع عنه ألم هذا المرض، يعالج هذا المرض وهو يعلم يقينا أنه هيموت قريبا، ثم بعد ذلك عارف يقينا، عارف يقينا يقينا أن أهله تخلوا عنه وتركوه، كل الناس تخلت عنه. ده كله ليه؟
ده كله لحديث أنا قلت لكم شوية وآية. أما الآية فقول الله فأذنوا بحرب من الله، أما الآن الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. لا لا لا، ده كل حاجة منه هتروح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الذنوب، وأن ينجينا من هذه الكبائر، وأن يعصمنا من الوقوع في هذه الكبائر بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احسبها صح صح وأجب مولاك إذا ناداك، الأمر أمر أمر استجب واحفظ حدود مولاك.